والهداية، فنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا فضيلة القاضي الشيخ عبد الناصر حارث. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تقل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. اللهم صل وسلم وزد وبارك في نور جمال خلق. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم
الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم.
وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه فسوف
أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله الحمد لله. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في Oh.
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله.